السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زملاء وزميلات الكرام. اليوم إن شاء الله سنتابع في سلسلة All About Bonding and Dentistry. بعد أن تكلمنا في الجزء الأول عن بنية السن وبعض الاعتبارات اللي إلها علاقة بالارتباط، وتكلمنا عن بعض العوامل اللي بتأثر على هذا الارتباط من خلال سطح السن، اليوم راح نتكلم عن عملية الدينتال إيتشينج، اللي هي الحقيقة فينا نعتبرها ترجمة لا مجموعة العوامل اللي درسناها في المحاضرة الماضية، بحيث نحقق أعلى إمكانية ممكنة لحصول ارتباط جيد على السن. بدي أشير لحساباتي على التواصل الاجتماعي لأي تواصل ولا استفسار. هذا البركود كمان ممكن ينقلكم لجميع حساباتي على وسائل التواصل الاجتماعي. بدي أذكركم أيضا بالاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد ومفيد. رح أبدأ حديثي اليوم عن طبقة السمير لاير. طبقة الوطاخة أو السمير لاير هي عبارة عن بقايا دنتين مقطوع وميناء هيدروكسيباتايت، جراثيم ودينتال بليك وبعض البقايا المتكلسة اللي بتنتج عن عملية قطع السن أو تحضيره. يتراوح عمق هذه الطبقة بين 1 إلى 5 ميكرون تقريبا في الدينتينال تيوبلز، وممكن يصل ل 10 ميكرون. طبعا سماكتها تختلف وتعتمد على عدة عوامل، منها مثلا هل تم القطع تحت الماء بدون ماء، الكاربايد مثلا على اللو سبيد، الهاي سبيد، هل وايضا نوع البير اذا كانت جديده او قديمه، فكل ما كانت قديمه كل ما راح يكون بقايا اكثر بالتالي سماكه اكبر. فهي تقريبا بالنسبه للسمير لاير. طيب شو علاقتها بموضوع البوندينج اللي عم نحكي عليه؟ الحقيقه السمير لاير تقوم بدورين، دور مفيد جيد، تقوم بدور حاجز ضد البكتيريا وضد اي ليكيج ممكن يحصل، ايضا لها دور في تقليل حركة السوائل ضمن التيوبز في الدنتين، لكن أيضا لها أثر سلبي يتمثل بأنه هي تعيق الارتباط، لأنه تعمل حاجز بين البوند وبين الدنتين تيوبز أو حتى بين الانيمال مايكروبورس. طبقة الوطاخة أو السمير لاير بحكم أنه هي تحوي بقايا متكلسة معدنية فهي تنحل بالحموض، ومن هون إجت فكرة الإيتشينج أنه نحن ممكن نحصل على مجموعة من الإيجابيات اللي درسناها من خلال عوامل الارتباط بعملية الإيتشينج، بتحقيق نظافة السطح، برفع طاقة السطح، بزيادة مساحة سطح الارتباط، وعمل بورز من خلاله ممكن يندخل بوندينج ايجنت ليعمل لي الانترلوكينج، بالتالي تحصل عملية الارتباط. فطبقة اللطاخة والسمير لاير إذن هي طبقة غير ثابتة، ممكن استهدافها من خلال المخرج أو الإيتشينج لعمل فجوات أو بورز بتأدي لنجاح عملية البوندينج فيما بعد. الفكرة كانت هو انه نحن السمير لاير اما نزيلها بشكل كامل لو عبر ما يدعى بالإتش أندرينز تكنيك، وهذا بنشوفه مع الجيل الرابع او الخامس، او انه نحن نعدل طبقة الوطاخة من خلال السيلف إتش أدهيزيف. بالاولى او تكنيك الإتش أندرينز نحن منزيل كامل طبقة الوطاخة، وبيكون بهالحالة هي العاج او الدنتين لازم يحافظ على رطوبته مشان نضل محافظين على الكولاجين ميش بوضع مؤهب لأنه تندخل ضمن المايكروبورز والتيوبولز جزيئات أو مونومرات البون المحبة للماء، وبالتالي تندخل لأعمق نقطة ممكن ضمن هاي البورز وتحقق لي ارتباط أفضل. لذلك نحن قلنا مع هاي التقنية نحن ما لازم نعمل جفاف تام، لأنه عملية الجفاف التام بتأدي لأنه انهار الكولاجين ميش، وبالتالي ما يصير في عندي فراغات يندخل فيها البوند. في حين مع التقنية الأخرى اللي هي السيلف إيتش، هون نحن نستهدف إما المينا لوحده أو نحن بنعتمد فقط على الإيتشنت الموجود في السيلف إيتش أدهيزيف. بهاي الحالة نحن ما بنحتاج لأنه نحافظ على ترطيب العاج، بالعكس نحن هون مطلوب جفاف كامل، لأنه أساساً نحن الدنتين ما عملنا له أي إيتشينج، فما في كولاجين ميش مخرشة نحن خايفين أنها تنهار بعملية التجفيف. هون على العكس تماما، نجفف كويس عشان الإيتشنت يقوم بدوره ضمن في الأدهيزيف. هون نحن طبعا عم نعمل ما يسمى بتعديل طبقة الوطاخة وليس إزالتها. من مزايا هي الطريقة أنه بتحافظ لي على فوائد السمير لاير بعملية كونها بتقلل كتير أو بتلغي موضوع الهايبر سنسيتيفيتي بعد الفيلين، لكن قد يكون ذلك على حساب الربط. لذلك دائما البوندينج مع التوتال إيتش أقوى من البوندينج مع السيلف إيتش. بعد عملية الإيتشينج
بدنا نتذكر بالتين تيبس اللي حكيناها ضمن الخطوات البوند العشرة في أول محاضرتين رح يظهروا في البطاقات على الشاشة. حكيت بوقتها عن أنه عملية الإيتشين بتأدي لأنه الدنتين يفرز أنزيم الـ MMB الماتريكس ميتالوبروتيناز، وهذا الأنزيم للأسف بيؤدي لعملية تآكل البروتينات الموجودة في الدنتين مع الوقت، وبيؤدي لحصول تآكل مائي للبوند. ومن هون اجت فكرة انه نحن نطبق الكلور هيكزيدين 2% لمدة دقيقة بعد ما طبقنا الايتشينج وبعد ما غسلنا وجففنا تجفاف خفيف بالسفنج او الشاش مع توتال ايتش، وجففنا تجفاف كامل مع السلف ايتش، ممكن انه نطبق الكلور هيكزيدين لانه بيثبت الانزيم هذا، وبالتالي يعني ممكن نقول انه بيطيل عمر البوند. فاذا عمليه الاسيد ايتشينج بالنسبه للانيمل هي عمليه سهله، عمليه بتؤدي لحصول على المايكروبورز، بتؤدي لتعزيز ارتباط بوندينج ايجنت. مثل ما انا شايفين التاجز اللي بتحصل بعد الايتشينج هي بيندخل البوند ضمن التاجز هي او ضمن المايكروبورز وبيعمل لي ارتباط قوي. هون نحن مطلوب التجفاف الكامل حتى نحصل على مظهر طبشوري، لانه مثل ما قلنا المحتوى العضوي ما عندنا مشكله مع المينا مثل مع العاج. فعمليه الاسيد ايتشينج اذا هي بتزلي بقايا اللي تمت بعد عمليه الحفر، وبتعطيني البورز اللي من خلالها راح يندخل الادهيزيف، وايضا بتزيد لي طاقه السطح اللي مثل ما حكينا في المحاضره الماضيه هي من عوامل زياده قوه الارتباط، واخيرا بتزيد مساحه السطح لانه بطبيعه الحال البورز هاي بتقدم سطح اضافي، تالي بيصير في عمليه الارتباط على سطح اكبر. وهون بنشوف كيف عمليه الايتشينج بتعطيني البريزين تاجز او بتعطيني المايكرو بورز في الانامل يلي تقريبا بتراوح قطره 6 ميكرون وطولها 10 ل 20 ميكرون. عملية الأسيد إيتشينج إذن فهي أيضا زائد أنه بتعزز عملية الربط، هي كمان بتحسن السيلينج على مستوى المارجينز. على عكس الإنامل هناك عديد من التعقيدات والمشاكل اللي ممكن نشوفها مع الدنتين. الدنتين المحتوى العضوي مثل ما شفنا بالمحاضرة الماضية العالي بيقلل طاقة السطح فيه، وأيضا المحتوى المائي الموجود فيه، ونحن بنعرف أنه البوند إيجنت هو هيدروفوبيك، المونومير في المسؤول عن الارتباط او الادهيجن هو هيدروفوبيك، وبالتالي في عندنا تعقيدات موجوده مع الدنتين. ايضا قرب الدنتين من البالب بخلينا ايضا حذرين بانه نحن ناخذ اجراءات تكون نوعا ما لطيفه على اللب. ايضا الدنتال كاريز اللي بيمتد داخل الدنتين بيتفاوت ضمن الدنتين نفسه درجه التمعدن بمناطق العاج المختلفه، فهذا كله بيخلينا نحن مو قادرين نعمل بوندينج ناجح قوي على الدنتين بنفس كفاءة الإنامل. فكرة تخريش العاج كانت في الأول طبعا مو موجودة مع الأجيال الأولى لحد الجيل الرابع تقريبا، قبل ما بعدين يصير في تركيز على أنه نحن ممكن زيادة الربط وتعزيز منع نكس النخر والتسرب أو الليكيج من خلال عملية البوندينج على مستوى الدنتين. بدأت الأمور من خلال عملية التكييف أو الكونديشنينج. الكونديشنينج يعني الفكره منه هو انه نحن نطبق الاسيد اتش بفتره اقل من المعتاده او المطلوبه لعمل بورز، وبنكون نحن من خلاله حصلنا على سطح نظيف، وبنشوفه اكثر شيء مع الجلاس اينومر للحصول على سطح نظيف ورفع طاقه سطح الدنتين وبالتالي الالتصاق مع الجلاس اينومر. بس نحن ممكن نستفيد من فكره الكونديشنينج او التكييف بأنه أيضا نستخدمها دائما كل ما رغبنا بالحصول على سطح نظيف من دون ما نعمل بورز، وهذا بينطبق مثلا لو أنا عملت إيتشينج على الإنامل وبعدين تلوث باللعاب أو شكيت أنه صار أي تلوث لأي سبب كان، فنحن من الخطأ أنه نعيد الإيتشينج كامل لأنه نحن ممكن نعمل انهيار للتاجز أو للبورز اللي عملناها لأنه المحتوى المعدني كله بينهار. فبهيك حالة نحن ممكن نطبق الفوسفوريك أسيد أو الإيتشينج 10 ثواني بس حتى نعيد نظافة السطح والبورز بتكون أساسا موجودة. طبعا عملية الإيتشينج ممكن تكون طريق مجموعة من الحموض المعدنية مع تقنية التوتال إيتش مثل الفوسفوريك أسيد، السيتريك أسيد، والنيتريك أسيد، والفوسفات الكالسيوم مثل حمض الكبريت 2%، النيتريك طبعا بيكون 2.5%، أيضا عندنا
التوب لي سيدي اللي هو نوع من انواع الايديتا، بس هو بيزيل طبيعه الطاقه طبعا. بس طبعا في كتير ستاديز ما بتنصح باستخدام الايديتا، ممكن ايضا عن طريق الليزر اللي عندي اياك مثلا، ممكن نعمل تطبيق 10 30 نبضه كل ثانيه. بالنسبه لعمليه الايتشنج للدنتين بدنا ننتبه، وبدي ركز مره ثانيه على فكره انه نحن لما نشتغل توتال ايتش تكنيك، لما نشتغل ايتش اند رينز، لما يكون التخريج خطوه منفصله، لما يكون المخرج او المخرج بدي اغسله بدي طبق مي لغسيله، فانا بهي الحاله لازم ما اعمل تجفاف كامل. يعني حاولت انا الحقيقه اعيد هي النقطه كتير مشان تصير بديهيه وواضحه، لانه عمليه التجفاف الزائد مثل ما احنا شايفين البورز اللي بتحصل بعد عمليه الايتشنج نتيجه انه نحن عملنا استهدفنا المحتوى المعدني، بتخلي الكولاجين بحاله كلها مفروده، مفروض لأقصى حد ممكن، فبتحتوي هذا الشيء بيخلي في سبيسز بينها، بيؤدي لاندخال المونومرات المحبة للماء أو الهيدروفيلك، يلي هي بطبيعة الحال ترتبط مع مونومرات الهيدروفوبك الموجودة بالأدهيزف وبتؤدي للارتباط. فنحن لو عملنا تجفاف كامل فورا المحتوى المائي اللي موجود ضمن هاي الشبكة الكولاجينية واللي محافظ لي على أنه هي تكون مفرودة، فورا بيروح المي فبتنكمش على بعضها الشبكه الكولاجينيه. بهيك حاله نحن الحقيقه بنخسر الارتباط على مستوى الدنتين، لانه بصير من الصعب جدا على البوندينج ايجنت انه يندخل. مثل ما احنا شايفين كيف مع انهيار الشبكه الكولاجينيه صار منظر الجبن السويسري. وهون كمان صوره توضح لي كيف الشبكه الكولاجينيه لما يكون بعد الايتشنج يكون المي موجود حواليها كيف بتكون كلها مفرودة وفي مسامات أو في بورز أو فجوات يندخل فيها البوند، لكن مجرد نجفف والمي يطلع تنكمش على بعض الشبكة الكولاجينية والكولابس، هذا بيؤدي لأنه نحن نضعف عملية اندخال البوندينج وبالتالي ضعف عملية الألصاق برمتها. عملية الإيتشنج إما مثل ما ذكرت تكون توتال إيتش إي آر إيتش أند رينز، هون بتكون الايتشنج خطوة منفصلة، بنخرج المينا 15 ل 20 ثانية وبعدين بنخرج المينا والعاج 10 ل 15 ثانية. بهي الحالة نحن بنحصل على الايتشنج المطلوب لعمل البورز على الانامل وعلى الدنتين بنفس الكفاءة. طبعا هون لازم نحن مثل ما حكينا بمحاضرة ال 10 tips for best bonding before composite restoration، هون نحن لازم نغسل ويكون زمن الغسيل هو نفس زمن التخريج يعني حوالي 30 ثانية، ويكون بالماء فقط وليس بالماء والهواء. وهون نحن من المستحب أنه نحافظ على ترطيب الدنتين، ما يكون التجفاف كامل، نجفف بكريات سفنج أو شاش. والتقنية الأخرى اللي هي السيلف إيتش، هون نحن بنعمل تخريج لطبقة المينا فقط لعشرين ثانية تقريبا، وبعدين بنغسل وبنحط السيلف إيتش بوند على الإنامل وعلى الدنتين ومتابع الخطوات مثل ما ذكرت في المحاضرتين الأولتين اللي كانوا بيتعلقوا بالخطوات العملية. آخر شيء بدي أتكلم عنه اليوم يتعلق بالتيب 3 بالمحاضرة الأولى اللي حكيتها بتعلق بالجانب العملي لخطوات البوند. طبعا أكثر عاملين بنحكى عن تطبيقهم بعد مرحلة الإيتشينج وقبل تطبيق البوند هما الهيبوكلوريت صوديوم والكلورهيكزيدين. رح أبدأ بموضوع الهيبوكلوريت صوديوم اللي فيه جدل، وحكيت أنا بالمحاضرة أيضا الأولى عن هذا الجدل. حنشوف أنه هون في مقالة بالأوبيريتيف دنتيستري 2009، المقالة خلصت إلى خلاصة إلى أنه إزالة كامل الكولاجين غير المتمعدن هيبوكلوريد الصوديوم 12% بعد عملية تخريج العاج كانت فعالة في حال كان تطبيق الهيبوكلوريد الصوديوم تجاوز العشر دقائق. ومن هون خلصت الدراسة أنه هذا الإجراء قد يكون غير عملي، وبالتالي ما ننصح باستخدام الهيبوكلوريت الصوديوم لأنه تحت هذا الزمن ما بيكون مفيد. في دراسة تانية كمان لابوتشي بالcontemporary dentistry practice بال2016 حكى عن تأثير البوند على عملية البوند degradation على تآكل البوند، وقال أنه إزالة بروتينات العاج بال NaOCl أو هيبوكلوريت الصوديوم 10% أثر على الشير بوند strength مقارنة بعدم استخدامه. وبالتالي هو هاي الدراسة أكدت على أنه الحقيقة أنه الهيبوكلوريد الصوديوم بيحسن من ديمومة الهايبريد زون أو لاير واللي هي أهم منطقة بعملية الارتباط.
أيضا دراسة أخرى بالكونسرفيتيف دينتيست بال2008 خلصت إلى أن إزالة كولاجين العاج كانت عملية مهمة لتقليل الليكج، لكن كانت أهميتها مع الأدهيزف اللي أساسها أسيتوني، وأنه مع الأدهيزف اللي أساسها مائي أو إيتانولي ما كانت العملية مفيدة. وعادة الأدهيزف اللي أساسها مائي هي الجيل السادس والجيل السابع والثامن، ففينا نقول أنه العملية هي قد تكون أكثر فائدة مع الجيل الرابع. هاي دراسة بالأدهيزف دينتيستري بال2010 لجين فينغ زو أكدت على أنه الجيل الخامس والسادس سيلف إيتشينج مع الكلوريكزيدين حافظ على تثبيته لأنزيم الام ام بي. دراسة أخرى بالأوبريتيف دينتيستري 2013 أكدت أنه الكلوريكزيدين بتركيز 2% و 2% طبعا لمدة دقيقة بيثبت الأنزيم الحال للبروتين الام ام بي، وأنه لم تتأثر قوة الارتباط مع أو بدون الكلوريكزيدين. طبعا فائدة هالدراسة أنه نحن بعد ما أثبتنا أنه الكلوريكزيدين بيثبت الأنزيم الام ام بي وأنه هذا الشيء مفيد في عملية إطالة عمر البوند، صار في أمرين لازم نتحقق منهم، أنه طيب الكلوريكزيدين بيأثر على قوة الارتباط نفسه، هل بيأثر على قوة البوند نفسه البوند سترينغ. فهي الدراسة مع دراسة أخرى بالأديزيف دنتيستري بال2015 لكوستا بيروني أكد على أنه الإيتش أندرينز مع مثبت ام ام بي انزيم الام ام بي، ونحن قلنا انه الكلوريكزيدين يعتبر مثبط للانزيم الام ام بي، ما كان له اي تاثير على قوه الارتباط ولا اي اثار جانبيه على عمليه الالصاق. فمن هون نحن بنخلص لخلاصه على انه استعمال الكلوريكزيدين 2% لمده دقيقه بعد عمليه الايتشينج والتجفيف والغسيل والتجفيف بيعطيني الحقيقه سطح سن جاهز للارتباط باعلى المواصفات. هيك بتكون انتهت محاضرتي، أتمنى أنه كانت محاضرة أيضا مفيدة. بدي أرجع أكرر للزملاء بأنه ما ينسوا الضغط على زر اللايك لتحفيزنا على الاستمرار، وأيضا الاشتراك في القناة ليصل كل جديد، ومشاركة المحاضرة على أوسع نطاق ممكن. نلتقي إن شاء الله الأسبوع القادم لمتابعة السلسلة، وسنبدأ في المحاضرة القادمة الحديث عن الجانب الآخر في عملية البوندينج وهو البوند ايجنت. نلتقي على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.